حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. ومع لقائنا مع فضيلة الشيخ مصطفى طلبة يحدثنا حول موضوع هام في هذه الأيام الفضليات المباركات رمضان، مراجعة مع النفس ومحاسبة النفس، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم إن السلام. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير نبي أرسل، حفنا بخير كتاب أنزل، وشرفنا بخير دين شرع، وجعلنا بالقرآن خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله القائل سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، البشير النذير، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وبعد. ونحن في شهر رمضان، ونحن في العشر الأواخر من رمضان، يمكن لنا أن نستدرك ما فاتنا من أول رمضان، وما زالت هناك بعض الليالي الفردية، وما زالت هناك الأوقات الطيبة التي ما زالت في رمضان، وآخر ليلة من رمضان حتى نراجع فيها أنفسنا قبل أن ينقضي رمضان، ثم ننتظر رمضانا آخر. الله أعلم سيأتي رمضان القادم ونحن أحياء أم سنكون مع الأموات. لكن في رمضان في الحقيقة ينبغي أن نقف على أوضاعنا، ولو تأمل كل إنسان في ذاته واستقرأ حياته وأوضاعه ويعني يراجع نفسه، فسيجد يعني هناك ثلاث أمور: يجد أفكار في دماغه يتبناها، وصفات وسلوكيات نفسية يعني يحملها، كذلك أيضا يعيش في مجتمع فيكون له انطباع عن المجتمع وتطبيقات في حياته على هذا المجتمع، سواء من الناس عليه أو هو منه إلى الناس. لكن الذي يجب أن يطرحه الإنسان على نفسه الحالة التي يعيشها كل واحد فينا، كل إنسان فينا يعني يعيش في حاله، فهل بيعتبر نفسه ضمن الواقع الموجود الآن هو فيه، هل هو الأفضل والأحسن، أم أن هناك نقاط ضعف، وأن ما يحمله من أفكار أو سلوكيات أو تعاملات مع الغير يعني لابد أن يغير، ولابد أن يعني يكون هناك أفضل من هذا. هل هو فعلا إنسان حر له إرادة وله اختيار، أم أنه مجبل على أن يعيش على ما هو عليه؟ يعني بعض الناس عندما تسأله يعني يطرح لك حياته ويعني يفشي لك بعض أسراره، ثم يقول يعني عندي كذا وعندي كذا، قل يا فلان أو يا فلانة، هل أنت فعلا يعني بهذا الوضع تعتقد أنك على الصواب؟ يقول لك لا والله أنا عارف أن أنا غلطان. طيب هل هذا يعني الإنسان مجبر أن يعيش في هذا الخطأ؟ أليس الإنسان إنسانا لأن له إرادة؟ ألا هناك يعني ليس هناك مكان في تصوراتنا للمراجعات، للتحسينات، للإتيان بما هو أفضل؟ وبالتالي فإذا كان الإنسان بهذا الوضع فيمكن أن يعني يغير نفسه للأفضل. لكن في الحقيقة معظم الناس قد تعرف أنها ليست على الحقيقة والصواب، وأنه هناك ثغرات في حياتها، ويكون ذلك يعني مع أكثر الناس لسببين. السبب الأول إما أنه أو أنها مشغول في أمور حياته العملية، وهي كثيرة، قد تكون هذه الأشياء الكثيرة منها ما هو محمود وله قيمة كعمل يرتزق منه له أهمية، أولاد يسعى عليهم وغيره، وقد يكون يعني أشياء تافهة
كأن يجلس أحدنا على التلفاز أو على التليفون ويضيع الساعات بعد الساعات بدون فائدة أو أشياء بسيطة ينبغي أن لا تأخذ مثل هذه الأوقات الكثيرة. كذلك أيضا بعض الناس لا يستطيع أن يتخذ قرارات تغييرية مصيرية لأنه قد يعني يحب أن يعيش في الكونفورت زون اللي هو الحياة اللي هو يحبها. فمثلا بعض الناس يكون مثلا يعني يشكو من منطقة القلب، يا فلان اذهب للطبيب، لا ما أحب أن أذهب، أو عنده وجع في أو في عيني أو في كذا. لماذا؟ بعض الناس لا تحب أن تفاجأ أن تتغير حياتها، أن يقال له عندك القلب أو عندك الكذا أو عندك عملية كذا، فهو يحب أن هو يعيش كذا يعني والعياذ بالله على ما هو عليه، يعني ليس في الإمكان أفضل مما كان، فهو يحب أن يعيش على ما. وده السببين دولت ممكن أن هم يصدوا عن التغيير وعن الإجراءات التغييرية التي يمكن أن يعني يتغير فيها الإنسان ويعني يتحسن. في الحقيقة الإسلام كدين يعني راعى هذا الأمر، وتعاليم الإسلام مكثفة في تغيير النفس، تغيير العادة والحساب الذي ينبغي أن نحاسب أنفسنا. وفي القرآن الكثير من المواقف في المحاسبية، سيدنا عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم. فلحظات التأمل هذه ولحظات المكاشفة بتتيح للإنسان فرصة التعرف على الأخطاء وكذلك معرفة نقاط الضعف، وتدفع إلى تطوير النفس نحو الأفضل. فثمرت هذه العبادة تأتي المحاسبة، ومن هذه المحاسبة يأتي إصلاح النفس. فلذلك ما في أفضل من شهر رمضان كمناسبة إن الإنسان يجد فيها يعني هذا الفضل وهذه الفرص وهذه الجراء التي يمكن أن تأتي من النفس. لأنه أحياناً من الإنسان يقف بين هذا الله تبارك وتعالى، مثلاً قضية قيام الليل، مثلاً نواقف بقيام الليل بين هذا ربه تبارك وتعالى، هو لا يعني لا يصلي الترويح أو يقوم الليل على إنه قضية يعني ينبغي إنه هو تشيك ليست ويعلم إنه هو صلى، لا، ده هي لابد إنه هو يعرف أن هذه الصلاة هي التي تجعله يعني يعتبر أن ذلك حسابا لنفسه، فيقف بين يدي الله تعالى فيستشعر أنه ضعيف الإيمان أو أنه يجب أن يقوي إيمانه ويجب أنه يفعل كذا وكذا، وبالتالي فهذه المحاسبة تعينه على إصلاح نفسه. فلابد أنه يشكل شهر رمضان نموذج للمراجعة والتأمل ومحاسبة النفس والتفكير، هل هو الإنسان الآن على الصراط القويم الصحيح ولا هو الآن يعني في الخطأ، فيكون يعني من الأفضل أن يحرك نفسه وينتبه على نفسه وأنه لابد أن يغير نفسه. شهر رمضان في الحقيقة يا إخوة ونحن في نهايته لابد أن يكون شهر يراجع الإنسان فيها ذاته، مراجعة ذاتية، مراجعة فيها الحقيقة الشيء من التفاني في الصراحة مع النفس، لا يكون فيها قضية الإكثار من الأعمال على سبيل الفكر والإكثار من الأعمال على سبيل الكيف، فلابد أن يكون الكم الكيف أفضل من الحرص على الكم الكيف. يعني مثلا لو أنا مثلا أصلي مثلا 20 ركعة هكذا بسرعة ويعني لا أفهم ماذا يقرأ الإمام، ما هي الآيات، الركوع سريع، السجود سريع، ما يلحق الإنسان فيه أنه هو يعني يتدبر القرآن الكريم، لا، أنا عندي الواحد يصلي 2 ركعة فقط لتأني أفضل من 20 ركعة. لو الواحد هيصلي في الروضة، إن شاء الله ربنا يوعدنا ونذهب إلى الحرم النبوي المكي، لو هيصلي في الروضة ومش هيعرف هو بيقرأ إيه وهذا يقف على رأسي وهو مش عارف، لا، الأفضل يصلي في مكان بعيد جدا عن الروضة خاشعا، أفضل من أنه يزدحم هذا الازدحام بحيث أنه لا يعرف ماذا يقرأ. أهم حاجة عنده أنه يدفع الناس لأنه خايف لحسن حد يعني يدوس على نفسه ويموت يعني وهو في هذه الحالة. لا، هذه ليست صلاة في الحقيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القلوب تصدق كما يصدق الحديد. قيل وما جلاءه يا رسول الله؟ قال ذكر الله وقراءة القرآن. فكيف يكون الجلاء وهو يعني فيه صدأ؟ كيف الإنسان يقرأ القرآن والقرآن لا يعني يقومه؟
وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا، كلمة اتخذوا دي فيها خطورة، هم ما هجروا، لا اتخذوا، لكن قال مهجورة. إذن طريقة الاتخاذ هي اللي فيها الهجر، إنه الإنسان يقرأ ولا يفهم. وربنا يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كيف يكون الشفاء من غير ما الإنسان يفهم؟ يعني طبيعة الشفاء كيف؟ لابد أن يفهم أن القرآن شفاء، لأنه يفهم يترجم، يكون فيه شيء من أن احنا نعيش هذا القرآن، ونعيش يعني معاني، ونعيش يعني طريقة علاجه للنفس، أنه يعني يأخذ هذه الشبهات سواء فكرية، ويأخذ هذه الوسوسات إن كانت نفسية، ويحسن علاقات مع الناس كمجتمع. إذا لابد أن تكون لنا في رمضان ثلاث مراجعات: فيها أخطاءه وانحرافاته، والأفكار التي تبناها لسنوات، إذا اكتشف خطأ فلا يتردد ولا يتهيب من أن يقول: والله أنا كنت على خطأ. نريد أن نصل لله سبحانه وتعالى، نصل بالعلم ونصل إليه بالخشوع. لا يكون الإنسان فينا على خطأ ثم يقول: لا لا، وإحنا نعبد الناس، لا لا، نصح أنفسنا. مراجعات. قد يكون هناك إنسان والعياذ بالله على قمة العلم، لكنه في نفس الوقت على قمة الظلم، يظلم الناس بالعلم بتاعه، ويحكم على الناس بأنهم غير مؤمنين وهم أفضل منه إيمانا، ويحكم على الناس بأنهم على غير أخلاق وهم أفضل منه أخلاقا. فهذه خطيرة جدا جدا، لابد أن يراجع فكره في هذا الأمر. يبقى إذن المراجعة الأولى المراجعة الفكرية، اللي هي مراجعة الدماغ وما بداخله. نعم. الأمر الثاني المراجعة النفسية. الإنسان فينا فيه كثير من الصفات. هل هو مثلا جبان ولا شجاع، جريء ولا متردد، حازم ولا لين، صريح ولا ملتوي، نشيط ولا كسول. فكل واحد فينا يعلم نفسه، يعني يسأل نفسه أسئلة. مثلا لو أنا مثلا يعني دخلت البيت مثلا وجدت أبنائي يصيحون في وجهي، لو كنت سائق السيارة وأحد الناس أيا كان يعني صدماني من الخلف، يعني الحمد لله سترت والحمد لله الأمور تمام، لكن هنزل أقول له إيه أو أقول لها إيه؟ ماذا لو تعرضت مصلحتي الشخصية مع المصلحة العامة، سواء للمسلمين أو للعمل اللي أنا بعمله؟ فهذه أسئلة الإجابة عليها العملية التي تحدد نفسية الإنسان. هل هو إنسان صريح، إنسان كتوم، إنسان يعني بيصفح، إنسان بيحقد، وهكذا. وكل واحد فينا بيحاول يرى نفسه بالمرآة السليمة وليست المرآة التي عليها الصدأ. فلذلك لابد أن تكون هناك مراجعة فكرية للي في الدماغ الأول، ثم مراجعة نفسية للأخلاق والصفات التي نحملها، ثم تكون هناك المراجعة الاجتماعية بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الإنسان اجتماعيا بطبعه، فالإنسان فينا يحب يعيش في مجتمع، يحب يعيش مع فلان وفلان وفلان، ويتكلم مع ده ويتكلم مع ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه لما قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فلما قال هنا ثلاث دوائر في الحديث: دائرة الأولى مع الله سبحانه وتعالى، والدائرة الثانية مع النفس البشرية، والدائرة الثالثة مع الناس كلهم. نفس الشيء برضو المراجعة هنا، وإحنا بنقول إنه رمضان شهر المراجعات الذاتية، مش مراجعة واحدة، دي مراجعات. إن الإنسان فينا يشوف إيه اللي في دماغه، لأنه ممكن والعياذ بالله اللي في دماغه ده يوديه جهنم والعياذ بالله باسم المصير، واللي في نفسيته وفي أخلاقه ده أيضا يعني قد يؤدي به إلى 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 أيضا إلى أقل المراتب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن الأخلاق وعن النفسيات وعن هذه يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فالإنسان فينا لابد أنه في هذا الشهر الكريم، وعندما يعني ينتصب مثلا لقيام الليل، يكون همه ان هو وهو بيقرأ القرآن ان القرآن ده ينفعه، مش يكون همه ان هو يخلص ربع، يخلص صورة. لا يكن هم أحدكم ان ينتهي الى الصورة، لا، عايزين نشوف الصورة دي بتقول لنا ايه. صورة مثلا من سورة إبراهيم،
سورة يونس، سورة هود، أي سورة من الصور، هذه فيها رسائل ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لكل مسلم. وهذه الرسائل الربانية لا يعرفها إلا اللي هو بيقرأ القرآن وحريص على أن ينتفع بالقرآن الكريم. فهو فنحن في رمضان قبل أن ينتهي هذا الشهر لابد أن تكون لنا هذه المراجعات حتى نستفيد فعلا من رمضان، يعني فرصة ومنح نفحة من نفحات الله عز وجل أخذنا بها واستمتعنا في رمضان. نحن نقوم أنفسنا ونغير أنفسنا للأفضل، لأنه رمضان شهر التغيير. إذا لم نتغير في رمضان فما أين نتغير؟ إذا كان عندنا الآن النافلة بفريضة والفريضة بسبعين فريضة، إذا كان الآن الإنسان ليس يعني ليس لديه مثبطين غلت الآن فري حر عصيان ما شاء الله بمرأة علينا إخوة وأخوات الكريمات، نحن نستغل هذا الشهر الكريم في قضية المراجعات، مراجعتي مع أولادي مع زوجتي مع إخواني مع الناس جميعا مع كل من حوالي، حتى فعلا أستطيع أن يكون فعلا في بيني وبين الناس يعني علاقات طيبة، صفاء نفس صفاء قلوب. لا يكون الإنسان فينا ملتزما بالإسلام يقرأ القرآن ولكنه خصمت مع هذا ومع هذا ومع هذا، ويكون في هذا الشهر الكريم ينبغي أن يكون هناك من بعض الناس تقول إيه؟ تقول لا أصل في أسس كذا، في علاقات كذا، في قبائل. لا، طب ما ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا يعني هذه الأشياء التي أصبحت عادات. تم في إرادة وفيه الإنسان لابد أن يكون إرادته أقوى من العادات، فإذا انتصرت يعني إرادتنا ونحن صائمون والصيام قوة الإرادة، إذا انتصرت إرادتنا على العادات والتقاليد فنحن فعلا قد استفدنا من رمضان. أسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا ولكم فيما بقي من رمضان، واجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله عز وجل أن يغيرنا رمضان إلى أفضل ما شاء على الدين فيكم. جزاكم الله خير شيخنا. جزاكم الله خير حبيبنا دكتور مصطفى. والحقيقة الصوت كتير ما كانش في، مش عارف إيه السبب عندك. فإحنا بحاجة إن إحنا إن شاء الله نفس المحاضرة تعاد إن شاء الله في أسرع وقت إن شاء الله. خلاص إن شاء الله. الله يبارك. طيب يعني يوم السبت بعد غد إن شاء الله ما فيش مشكلة، لأن الصوت عندك طيب. إما في حاجة مش طبيعية. نعم. إن شاء الله نتقدم لكم بالشكر وجزاكم الله كل خير، ربنا يبارك فيك يحفظك. لا تنسونا من صالح الدعاء إن شاء الله. آمين آمين. جزاكم الله خير. في أمان الله. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خير. مع السلامة. في أمان الله.